لكي لا يصبح الحنتكور مجرد قطعة ديكور، تعمل ايه وتتصرف ازاي؟ اولا اللي بيتحكم في انتصاب الحنتكور ثلاث حاجات رئيسية. ايه هي؟ الاعصاب والاوردة والشرايين والهرمونات. طيب علشان اشخص حالة الحنتكور اعمل ايه؟ رقم واحد، هتعمل أشعة الدوبلر الملونة على العضو. رقم اتنين، هتعمل فري وتوتال تيست الهرمون الذكري. رقم تلاتة، البرولاكتين. رقم اربعة، HBA1C. رقم خمسة، الليبيد بروفايل صايم 12 ساعة. علشان تحدد هل انت في المرحلة الاولى اللي هتتعالج بالفياجرات، ولا المرحلة الثانية اللي هتتعالج بالحقن الموضعي، ولا المرحلة الثالثة اللي هتتعالج بزراعة الدعامات سواء الدعامة المرنة والهيدروليكية، والأفضل الهيدروليكية. لازم تشخص حالة الحنتكور عشان تعرف انت ماشي فانو سكة بالظبط. دمتم يا رب بصحة وعافية، وأدام الحنتكور شديد. السلام عليكم.